أقيم بصنعاء حفل إشهار صحيفة الأوراق تزامنا مع صدور عددها الأول، والتي ستمثل صوتا حرا إلى الصحف المحلية المناهضة للعدوان على اليمن. بعد 7 سنوات من المحاولات، شقت الأوراق طريقها نحو عالم الصحافة الورقية من خلال حفل الإشهار الذي حضره نخبة من زملاء المهنة والوسط الإعلامي، احتفاء بالوافد الجديد إلى عالم الصحافة الورقية التي تحتل مكانة مرموقة في ظل العدوان بعد تضرر وتعثر الكثير من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة جراء القصف والتخريب. صحيفة الأوراق هي إضافة إلى الموقع الإلكتروني، كون الوضع الحالي يحتاج إلى مثل هذه الصحف الورقية، لأننا في بعض المناطق ليس هناك نت وليس هناك كهرباء، فالكثير لا زالوا يبحثون عن الورقية أكثر من الموقع الإلكتروني. المحتفون بالأوراق أكدوا أن إطلاق الصحيفة وغيرها من الوسائل الإعلامية تأكيد على فشل مساعي التعتيم والتضليل الإعلامي التي حاولت مكينة العدوان إيجادها في الحرب على اليمن. نبارك لهيئة التحرير إن شاء الله لهم النجاح وإطلاق هذه الصحيفة الاقتصادية الاجتماعية الشاملة، ونتمنى لها أن تحقق نجاحا في ظل الأوضاع الاستثنائية كما ذكرت في سؤالك، ونتمنى من كل الصحف وكل المطبوعات وبمجمله من الإعلام الخاص والمستقل والموازي للصحافة الرسمية والحزبية أن تؤدي دورها المتميز. إصدارها بمعنى أصح في هذه الظروف يعتبر تحدي آخر وصمود آخر في وضع عدوان، في وضع البلد يعاني من انهيار اقتصادي كامل. اختيار الفترة الزمنية، اختيار الوقت، واختيار المواضيع التي الذي قرر أن تكون معنونة أو عناوين لصحيفته كجريدة أو كصحيفة اقتصادية، ستكون هي إن شاء الله بإذن الله بادرة خير ودليل على صمود الإنسان اليمني في هذه الظروف. إصدار العدد الأول من الصحيفة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة حظي بالكثير من عبارات التشجيع والتأييد، كون الصحافة المحلية الحالية تفتقر إلى المختصين في هذه الجوانب سيما الجانب الاقتصادي. اليمنيين دائما يؤكدون من يوم لآخر أنهم قادرون على مواجهة العدوان، على كسر العزلة وعلى تحقيق درجة عالية من الاتصال والتواصل مع المحيط ومع الخارج. إصدار هذا الصحيفة إصدار الأوراق يعتبر واحد من الإشراقات الجميلة اللي يسجلها الوسط الصحفي اليمني. أطلقت في يوم رائع جدا، أيضا يوم عيد العمال أو الذكرى العالمية لليوم العالمي للعمال، نهنئ أيضا بهذه الذكرى أيضا جميع عمال اليمن الصابرين والصامدون في جميع المصانع والمنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة أيضا. طبيعة العدوان والحصار المفروض على اليمن تزيد من قيمة الصحافة الورقية كأحد أهم مصادر المعلومة وصمام أمان في الحفاظ على مصلحة الأمة والوطن، كما تعمل إلى جانب الوسائل الإعلامية الأخرى في خندق واحد لتوحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود في وجه الغزاة والمعتدين. تامر عبد الوهاب، اليمن اليوم.